دكتور، الحقيقة لو تابعنا حتى تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن أمس، قال يعني استمرار الحرب سيعطي حماس ما تريده. ده كان تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن، وده يمكن تحول إلى حد ما في الرؤية الأمريكية. يعني كانت في البداية تتحدث أنه يجب أن تدعم إسرائيل لأنه يجب أن تقضي على حماس. عايز أعرف من حضرتك سر هذا التغير ومعنى هذا التصريح إيه يا فندم؟ لا، برايي انه حتى اللحظه اللغه الامريكيه هي مش لغه واحده، هي لغتين. في لغه من جهه، لغه تحاول ان تكون متفهمه، مراعيه، تتماشى مع على الاقل الى حد ما الشارع الامريكي الغاضب. حتى هناك غضب في الاداره الامريكيه صحيح، نفسها، حتى غضب في وزارة الخارجية. حتى يعني امبارح تفوجئنا بانه حتى في موظفة كبيرة من السي اي اي تتعاطف مع الفلسطينيين. صحيح، بالتالي هذه لغة، ولكن اللغة الأخرى اللي هي أكثر، اللي بنشوفها، التي نحسها ونشعرها على الأرض، هو الدعم الكامل لما تفعله إسرائيل، التبني الكامل للرؤية الإسرائيلية في إدارة الحرب. الآن هل هناك خلافات معينة تكتيكية، سياسات يعني قصيرة المدى؟ نعم، هناك بالتأكيد، لأنه نتنياهو أصبح عبء على الإدارة الأمريكية، عبء كشخص مش ككيان، لأنه نتنياهو يحاول أنه يعني يتلكأ في تنفيذ الوصايا الأمريكية أو حتى الأوامر الأمريكية، يتلكأ فيها، يؤجلها، يحاول أن يفسرها بطريقته. لكن في نهاية الأمر القرار لكن يا الحرب دكتور هو قرار البعض يرى أيضا ان في شرائط بالفعل هناك أمريكية. تراجع الى حد ما من قبل الولايات المتحده الامريكيه، حتى ان هناك اخبار خرجت امس انه المسيرات الامريكيه او الطائرات الامريكيه لم تعد تحلق فوق اراضي غزه او فوق قطاع غزه وقت الهدنه. صحيح، هذا صحيح، لانه ايضا الاداره الامريكيه دفعت او دعمت باتجاه الهدنه لاخراج الرهائن الامريكيين وزياده المساعدات. ولكن ايضا يجب الا ننسى انه الحرب على غزه او الحرب على الشعب الفلسطيني هو شراكه امريكيه وقرار امريكي ايضا لاسباب مختلفه. ولكن يعني هذا الامر يجب ان لا يعنينا وكانه الاداره الامريكيه في واد والحكومه الاسرائيليه في واد. لا، مش صحيح هذا الكلام على الاطلاق. ولا يجب ان نصدق انه اسرائيل ترفض الاراء الامريكيه او كل ما يحدث هناك، لا ترفضها، تؤجلها، تفسرها بطريقه مختلفه، تعمل على محاوله افراغها من مضمونها. ولكن اسرائيل لا تستطيع ان ترفض لامريكا طلب على الاطلاق. ولهذا السبب ما اقوله انه الضغط يجب ان يكون على الاداره الامريكيه، اقناع الاداره الامريكيه بضروره حل الدولتين كما نراه وكما يرى ايضا القياده المصريه، حل وقف الحرب كما نرى نحن مش كما ترى اسرائيل. وحتى نكون واضحين اكثر هنا، الاداره الامريكيه لها رؤيه حول غزه. هذه الرؤيه تبدو من الخارج وكانها يعني تفضلي. لا يا فندم، تفضل تفضلي دكتور. سيدتي. لم اقل شيئا يا فندم، تفضل. لا، انا متاسف، ما اقوله انه قد يبدو ان موقف الاداره الامريكيه الى حد ما مختلف عن ما تفعله الحكومه الاسرائيليه، ولكن في نهايه الامر على الارض نحن نرى ان هذا الامر متطابق او الرايين متطابقين في استمرار الحرب على قطاع غزه، محاوله ترتيب البيت الفلسطيني كما تريد اسرائيل، محاوله قيام بسياسات من شأنها أن تخرب وتدمر وتقتلع قطاع غزة، حتى التهجير. الإدارة الأمريكية لم ترفض ذلك فعليا، وبالتالي أنا شخصيا مش مع اللي بتقول إنه الإدارة الأمريكية يعني مختلفة أو متناقضة. لا، هي قد تتناقض مع سياسة نتنياهو، ولكن لا تتناقض مع سياسات الكيان الإسرائيلي، قد تتناقض مع سياسة الطغم الحاكم اللي هي متطرفة جدا، ولكن أيضا في نهاية الأمر تريد إسرائيل الأمن، كامل الأمن، تريد لأنه تنهي أو تفكك الحركة الوطنية الفلسطينية بما يكفل لإسرائيل ضمان الأمن في عموم فلسطين التاريخية.